بالنسبة للتدابير، حنا فكرنا كجمعية أن ندير واحد التقييم. بعدا في الأول الإنسان ملي بغي يدخل الحمام غندير واحد الباسان اللي الإنسان غيحط فيه رجلو، اللي غيكون فيه لي برودوي ديالو غادي يحط فيه رجلو باش ما يدخل لنا حتى حاجة للحمام هكا، ومن بعد غادي يدخل. ملي غيدخل غادي يريح، غادي ياخذ الماء، غادي نحاولوا أن يكون واحد بعيد على الآخر تقريبا بواحد متر ونص باش يكون بعيد واحد هكا. مثلا أن بارك هذا هنا غادي يكون بارك ثاني الإنسان الآخر ثاني هنا وهي هكا، ما يقدرش يبرك الناس، ما يجوش الناس بزاف. ومن بعد ثاني ملي غادي يهز دوك الملابس ديالو راه غادي يوجههم ديريكتومون للسيد ديال هذا، وراه كل واحد راه عنده الكازي ديالو. اذا غادي ندوزو لداخل. ملي غيبغي يدخل لداخل حنا غادي نحاولوا اننا نوضحوا لكم بعض الامور. هنا دابا الحمام كما شفتوا دابا هو هذا الاتساع ديالو. حنا هذا السيد اللي غيدخل يعوم غادي يقدر يشد هاد المساحه هذه، هاد المساحه هذه هي اللي غيدخل يعوم فيها، شفتيها غيدخل هنا يعوم في هاد الباصه هذه، ومن بعد غادي يجي لاخر حتى هو غادي يعوم في هاد المساحه هذه. اجي عاوني يوسف، شفتيها غادي يعوم في هاد المساحه هذه، شفتيها اذا بحال هكا غادي يكون العمق. هذا كل واحد بعيد على الاخر. مثلا هذا مريح هنا، فهمتيني، هذا مريح هنا، هذا مريح هنا، هذا مريح هنا، فهمتيني، هما هذا كيكونوا بعاد على بعضياتهم. هادو هما الاحترازات اللي حنا درنا. وحنا بالنسبه للحمام انت كيف كتشوف هنا الصاله هادي، حتى هادي هي الصاله البارده، ولكن هاد البلاصه اللي هي سخونه شتا هاي راه المساحه ديالها تقريبا شي 15 متر. اذا 15 متر الى جينا ناخذ كل 2 متر غتكون 7 متر. اذا هذه الصاله كلها راه غتكون فيها تقريبا واحد 14 ديال الناس هذه الصاله. حنا بالنسبه لهاد التدابير الاحترازيه اللي حنا اليوم غادي نشتغلوا عليها، هي تدابير باش يمكن لنا نخليو واحد لي سيباراسيون ما بين واحد واحد، ولكن هي راه غتسبب لنا حنا خساره. علاش غتسبب لنا خساره؟ لان ملي كيكون الانسان دابا كيكون الحمام عامر راه كيكون كيدخل تقريبا واحد 50 ديال الناس مثلا. دابا ملي غتولي حمام بحال دابا هذا غيدخلوا فيه واحد 30 ولا هذا، اذا هذا راه خساره لمول الحمام. ناهيك على ان هذا السيد حنا ما كنتحكموش فيه في الوقت، لان كيدخل يقدر يبقى وقت اللي بغى. مازال اذا كان مثلا اننا نقدروا نديروا واحد القانون اننا يعاونون فيه السلطات اننا نديروا واحد اللافته باش هذا الشخص هذا اللي غيدخل يعوم ما يفوتش واحد نص ساعه، راه غتكون بعدا شويه. اما راه كاين اللي كيدخل للحمام ساعه ساعتين ثلاثه السوايع، حيت حمام بلدي راه كيدخل بنادم هنا كيبرك الوقت اللي بغى، ما كتحكمش فيه. ماشي بحال الدوش، شي مازال الرشاش داير اللي من الساعه كيسالي الساعه كيطفي عليه الضوء. هنا راه ما يمكنش لك غتقابل الناس وغتبقى كل واحد تعطيه الوقت ديالو وتبقى هذا. اذا خاصه واحد التوعيه من طرف ذاك المواطن اللي غادي يجي للحمام، خاصو يكون واعي بهاد الاجراءات اللي درنا حد الاحترازي وتعاون معنا. الحلاق عنده موعد وعارف راسو شحال غيدير في الانسان. مثلا ملي كنقول انا غيجيني واحد غندير فيه نص ساعه، كندير المواعيد ديالي. انا ما نقدرش نضبط الناس هنا في المواعيد، لان حمام كما كنقولوا كيدخل واحد الانسان ما تقدرش تعرف فين غيخرج. ماشي بحال الحلاق، الحلاق هو اللي كيتحكم في الكليان، حنا ما كنتحكموش فيه، لان كيدخل هو لواحد الفضاء اللي كيلقى فيه راحته. حدا الحمام البلدي بعدا اول حاجه كنعتمدوا عليها هي النظافه. قبل ما تكون هاد الكونفينمون حنا دائما عندنا النظافه هي من الاولويات، لان الحمام الا ما كانش نظيف حتى الكليان ما كيجيش عندك. وكما كتشوفوا دابا انتم جيتوا على غفله، هاد الحمام ما خدامش اربع شهور ما خدامش دابا. انتم كتشوفوا النظافه كيفاش داير، اذا كيبان لك الحمام كيفاش داير نظيف. حنا ماشي من حنا كنعتمدوا على هادشي، وحنا كنا كنديروا النظافه دائما من العشيه لعشيه. ملي كيخوى الحمام دائما كنديروا ليه برودوي ديالنا وكنغسلوا، ولكن الى هاد الكونفيرمو هادي غتكون واحد النظافه اللي غتكون مثلا من بعد ما كيخرج هذاك الانسان كنديروا شويه ديال سميتو عليه، غنعتمدوا على شويه ديال لي برودوي اللي هما مثلا في المكان اللي كان فيه ذاك الشخص. هذاك اللي كان فيه ذاك الشخص غنحاولوا السيد ملي بغى يدخل غيدخل معاه واحد شويه ديال البرودوي يغسل به في العضو فاش شمل البلاصه ديالو فين كان ذاك الشخص، غيدخل معاه واحد شويه ديال البرودوي غيديروا في السطل وغادي يخوي في هذيك البلاصه فين كان. هذه حيت ماشي حنا اللي غنعاقبوا، غادي يعاقب هو بلاصتو.
لان ملي غيكون داخل ملي يعطينا حويجه غنعطيو واحد شويه ديال البرودوي غيديروا في السطل ديال الماء وغادي يعقم بهذيك البلاصه عاد يريح فيها. هذه هي الوسائل اللي حنا غنخدموا عليها ان شاء الله.